جديدة جديدة موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة وطرق تقديم وياكم وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة وطرق تقديم وياك وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة وطرق تقديم وياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقائكم المتجدد يوميا على قناتكم الجميلة قناة الصحة والجمال وبرنامجكم المميز جدا برنامج ساعة شهية يوم جديد وساعة شهية جديدة وأكلة شهية جديدة زي ما تعودنا ولكن بقول في البداية عملنا كحك العيد وعملنا بسكويت العيد وعملنا بتفور العيد عملنا حاجات كتيرة جدا في مهرجان كحك العيد على مدار الأيام اللي فاتت قلنا بقى نغير ونجدد ونكتفي بقى بكحك العيد وبتفور وغريبة عملنا كل حاجة وقلنا كل المقادير تمام وبشكر كل الناس اللي ساهمت معانا في مهرجان العيد وبشكر كل الناس اللي تفاعلت معانا واتصلت علينا في برنامجنا برنامج ساعة شهية وبشكر كل الناس اللي تفاعلت معانا على صفحة برنامجنا برنامج ساعة شهية وبقول لكل الناس وكل المسلمين في كل أنحاء العالم كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم وربنا يعيد علينا أعواما عديدة وكل سنة وأنتم طيبين وعيد فطر مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية. النهاردة معايا الشيف سيد عبد السلام أهلا وسهلا بحضرتك كل سنة وأنت طيب وأنت حضرتك طيب نورت قناة الصحة والجمال ونورت برنامج ساعة شهية منورة بيكم والله يا أنت حضرتك أنت منورني النهاردة ربنا يعزك كل سنة وأنتم طيبين النهاردة وصفات بسيطة وسهلة مع الشيف سيد تعالوا نشوف هنعمل ايه الشيف سيد هنعمل ايه في المجمل النهارده وبعد كده نرجع مع بعض للتحضير والتفصيل هنعمل ايه النهارده في المجمل كده المنيو بتاعنا ايه احنا المنيو بتاعنا ان شاء الله النهارده هيكون منيو فيه حاجات جديده شويه هنعمل كوردون بلو مشوي تمام. هنعمل اريبياتا باستا هنعمل شوربه شعريه بالخضار هنعمل سلطه التوميه هنعمل كنافه بالجبنه هنعمل عصير اناناس بجوز الهند والعسل بلبن جوز الهند والعسل تمام زي الفل كده زي ما انتم النهارده شايفين الاكل متنوع شويه النهارده قلنا نغير ونبدل ونشوف الاصناف بتاعتنا النهارده ايه تعالوا كده نشوف اول ايتم معانا النهارده اول وصفه معانا النهارده مع الشيف سيد عبد السلام عشان الوقت ونرجع ندردش معاه ومنتظرين اتصالاتكم وتفاعلكم معانا على الارقام اللي هتنزل أمامكم على الشاشة أو عبر التعليقات على صفحة برنامج ساعة شهية نحن في انتظاركم ننزل بأول وصفة النهاردة الكوردون بلو الكوردون بلو المشوي مشوي. طيب انزلونا يا جماعة بمقادير الكوردون بلو المشوي مع الشيف سيد هننزل بالمقادير ونرجع مع الشيف للتحضير تمام زي الفل كده يا شيف قولنا كده المقادير كده المقادير هيبقى معايا كمان حضراتكم على الشاشة معايا كيلو صدور مشوي كيلو صدور فراخ معايا 10 جرام فلفل اسود معايا 10 جرام ملح معايا زعتر معايا روزماري معايا بشره جوز الطيب ده كله احنا حطيناه في الماريني هنا وجهزنا الشغل تمام نقول بعد كده نشرح نقول كل المقادير اللي عندنا المقادير اللي عندنا كلها بنبدا الاول نبشر بصله بنحط عليها معلقه مسترد انا عايز المقادير كلها اقولها دلوقتي اوضحها للساده المشاهدين هي امامنا على الشاشه هنقول المقادير وبعد كده نرجع للشرح والتحضير اوكي يا فندم تمام احنا كده المقادير نزلنا بيها كلها زي ما هي موجوده عند حضرتك تمام الصدور المشويه كيلو الصدور الفراخ وعندك الملح وعندك الفلفل الاسود وعندك الزعتر والروزماري وجوز الطيب تمام زي الفل كده الصوص بتاعها عباره عن ايه الصوص بتاعها بناخد براون صوص بيبقى بناخد صويا صوص مع كريمه لباني مع مشروم ده بنظبط بيه الحشو الكوردون بلو النهارده ايه؟ الحشو الكوردون بلو هيبقى معايا لحم مدخن معايا جبنه شيدر سلايز معايا جبنه موتزاريلا تمام زي الفل كده
قلنا المقادير مع الشيف سيد عبد السلام، تعالوا بينا نبدأ للتحضير مع بعض. المقادير لسه أمام حضراتكم على الشاشة، صوروها أو اكتبوها، واللي ملحقش يصورها أو يكتبها معانا هتلاقوها على صفحة برنامجنا، برنامج ساعة شهية بعد الهواء تقريبا بساعة مباشرة. تمام زي الفل كده. يلا نشوف هنبدأ بإيه. هنبدأ نحشي الصدور. قول أنت كده تبلت إزاي؟ عملت التتبيلات بتاعتك إزاي؟ أنا حضرتك بجيب هنشرح كده التتبيل للناس. إحنا عملنا إيه؟ إحنا جبنا الصدور، أنا بجيب الصدر سليم زي كده. تمام. أنا بجيبه باخد الشريحة واحدة بفتحها زي كده، بفتحها زي السندوتش بحيث إن هي إيه؟ تمام. اقفل تقفل لما اجي اقفل ما يبقاش فيه فاصل فيها او تطلع مني الحشو اللي جواها. تمام. زي بحضر لها بصله مبشوره، بحضر معلقه مستردة صغيره، بحضر روزماري فريش بيبقى بيدي معاك تيست اعلى. تمام. اللي هي الروزماري مقادير التتبيل اللي معانا في الوصفه، الريسبي بتاع الكامل بتاع التتبيل. تمام زي الفل. مباشرة جوزة الطيب، بتفضل تمكسهم على الشغل بتاعك وتبدأ تحشي. دلوقتي كده هتقعد في التتبيل قد ايه؟ التتبيلة معاك كل ما من ساعة لساعتين، من ساعة لساعتين تتشرب معاك التتبيلة. ولو ضفت عليها شوية لبن بيبقى أحلى، عشان صدور الفراخ طبعا بتبقى ناشفة، فتدي معاك تيست أعلى وتطري معاك الفراخ يبقى فيها جوس شوية. تمام زي الفل كده. نبدأ نحشي معاك هنا. تمام زي الفل. دي جبنة ايه معانا؟ دي الجبنة سلايز، بنجيبها كده ونقطعها شريحتين. تمام. ناخد سلايز جبنة. تمام تمام زي الفل. شيف سيد، دي الجبنه دي نوعها ايه؟ جبنه شيدر. جبنه شيدر. شيدر. جبنه شيدر. سلايزات كده. سلايزات. تمام زي الفل. الدنيا معاك حلوه زي الفل. زي الفل. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يعزك. تمام. واحده واحده كده، قول لي انت هتعمل ايه وعايز ايه وانا اشتغل معاك. سكينه. انت صايم طبعا النهارده صح؟ صايم ولا خلاص؟ لا صايم، لسه رمضان يا شيف. زي الفل. لسه يا جماعه رمضان ما خلصش. الشيف سيد بيقول لسه في بكره وبعده. لسه في بكره وبعده وبعده، ممكن نصوم الست البيض مع بعض. تمام. كل سنه وحضرتك طيب يا شيف راي. طيب وربنا يبارك. بنحط سلايز لحمه ندخن، وبنحط سلايز جبنه، بنحط جبنه الموتزاريلا في النص. تمام. بعد كده نرجع تاني ناخد سلايز دي الجبنه التاني. تمام زي الفل كده. ناخدهم عكس كده. ناخد سلايز لحمه تاني. تمام زي الفل. نبدا كده نقفل على الجبنه الموتزاريلا بتاعتنا. تمام زي الفل. نبدا نقفل الكوردون بلو على الحشو بتاعه زي كده. تمام زي الفل. تمام. نجيب الطاسه بتاعتنا نسخنها. بتقفلها باي حاجه بقى كده؟ لا، انا لو حته الصدور انا فاتحها كويس وقافله معايا تبقى ملمومه كده، مش محتاجه. لو هي شريحتين ومفصولين عن بعض ممكن ادبسها بخله. تمام. عشان ما تفكش معايا في القلب بتاعها في الطاسه او كده. تمام زي الفل. انت محتاج مادة دهنية. تمام زي الفل كده. شفنا بس اهم حاجه الطاسه تسخن معايا قوي. اهم حاجه بقى، اهم حاجه الطاسه تسخن معايا قوي. تمام. عشان الشمطه بتاعتها في الاول تاخد تقفل المسام بتاعتها وتدي معايا على طول. طب على الزيت يسخن ممكن تركنها هنا ونشتغل تاني عشان الوقت. تمام. زي الفل. نعمل واحده تاني كده، واحده واحده ونشرح برضو احنا عملنا ايه. تمام زي الفل كده. اهم حاجه التفتيحه بتاعتها دي كويس، طول ما هي متفتحه كده واخد الصدر على الترانشين كده وفصله معاك من النص، بيدي معاك انك انت الحشو ما يفلتش منك، تبقى سهلة معاك، ويبقى سهل معاك في التحكم في السوى. تمام زي الفل. ناخد تاني السلايز اهو معايا، سلايز لحم مدخن زي الفل، وسلايز جبنه الموتزاريلا في النص. نبدأ تاني ناخد سلايز لحم مدخن، ناخد سلايز جبنة ونبدأ نقفل. أهم حاجة القفلة معايا دي تكون كويس مظبوطة، إن احنا نقفل الحرفين على بعض ونبدأ نضغط معاهم عشان التقليب معاك وانت بتقلب ما تفكش منك. لما تستوي معايا كده مش هتفتح مني؟ لا ما تفتحش. الجبنة يعمل لها تماسك؟ الجبنة جوه بتدي معاك تماسك فيها، بتدي معاك كمان تيست اعلى. جبنا الموتزاريلا بتدي معاك. صدور الفراخ لما بتنزل في النار بتمسك لان هي اصلا انسجه. تمام زي الفل كده. نبدا ننضف هنا عندنا. تمام زي الفل. نعمل الثانيه، نروح نشوف الزيت كده. الزيت سخن معايا. تمام كده زي الفل كده اهو. الزيت سخن معانا. نبدا ننزل هنا كده. لازم يكون الزيت سخن معايا. الزيت سخن قوي. تمام زي الفل كده. كل ما يبقى سخن كل ما يبقى احسن معاك ويقفل مسام اسرع معاك. تمام كده زي الفل.
بياخد وقت بقى معايا على النار. تشم معاك تيست الطشه دي اللي بيعملها، الطشه دي اللي معاك، وتشم تمام. فيها ريحه الزعتر الفريش والروزماري الفريش، تدي معاك تيست عالي قوي في الشغل. تمام زي الفل. تسلم ايدك يا شيفنا. نكمل بقى يلا كده، نكمل اخر واحده. اخر واحده ان شاء الله، بس نحاول لو قطعه الصدور معاك في التفتيح كده تبقى تخينه، ممكن ندقها باي حاجه او نفردها، يعني او تاخد طرنش تاني، يعني في كلتا الحالات متاحه معاك. تمام زي الفل. تسلم ايدك يا شيفنا. ربنا يعزك يا شيف رايد. بنفس الشرح عايزك تشرح برضو انت عملت ايه. تمام، احنا جبنا سلايز، سلايز جبنه، وعندي سلايز لحم مدخن. تمام، وعندي جبنه موتزاريلا. تمام زي الفل. اهم حاجه ناخد الجبنه الموتزاريلا في قلب الشغل. ممكن ابدل الحشوات دي بقى تختلف معايا؟ ممكن تحشي زي ما انت عايز، ممكن تحشي جبنه رومي، ممكن تحشي خضار وزيتون، ممكن تحشي على حسب قابليتك انت للشيء، على حسب مثلا ممكن عايز تغير حاجه لاطفالك. متاح معايا انا متاح كل حاجه. تمام زي الفل كده، متاح معاك كل شيء على حسب رغبتك انت. انا عن نفسي انا لما بحب اكلها بعملها بجبنه رومي، تبقى معايا جميله، وبفلفل وخضار وبديها زيتون، تطلع معايا جميله. تمام زي الفل كده. تسلم ايدك يا شيفنا. انت ربنا يعزك يا شيف رايد، وحضرتك وكل اسره الاعداد الجميله كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب وربنا يبارك في حضرتك. تمام نروح نشوف كده ايه الاخبار على النار. الاخبار هي تمام. بص هنا عندك بدات تشد شويه زي الفل. هنا ابدا مع ان انا اهو معانا ان انا اسلك الاول كده من تحت. تمام هنا بدات تدي معايا، لان انا اللي هيطلع منها ده كله ده انا هاخده في الصوص اللي هيديني معايا. تمام هاخده في الصوص بتاعها، هستخدمه في الصوص، في الصوص بتاعها. تمام زي الفل كده. انواع عديده طبعا من الكوردون بلو. كوردون بلو ممكن تعمله مقلي، وممكن تعمله مشوي بطريقتك انت على حسب. تمام زي الفل. يعني هو المقلي ممكن تعمله بنفس الطريقه مقلي، بس بتدي له ممكن ندخله روستو في الفرن يتحمر براحته. ممكن تدي له روستو. تمام زي الفل، زي الفل كده. تمام هنا بدا هو ياخد اللون معايا، ابدا اكشف كده عليه. بص معايا هنا اهو شفنا. انت مجهز له النهارده هتقدمه مع خضار سوتيه؟ خضار السوتيه انا بحطه على خضار سوتيه، وبحط الصوص المشروم، صوص بني بالصويا صوص. تمام زي الفل كده. الخضار السوتيه كده نشرح للساده المشاهدين انت عملته ازاي. الخضار السوتيه انا بسلقه صحيح المشاهدين، يعني منعا للتهدير فيه، انا بجيب الجزر سليم، الكوسه سليمه زي ما هي، وبسلقها وببدا اقطعها على حسب احتياجي انا. يعني ممكن بعد ما اخلص اسيب اللي هيفضل مني اشيله زي ما هو صحيح، ما يجرهوش أي حاجه. اي خضار بقى عندي. اي خضار، يعني الخضار زي ما انت عايز. انت اخترت النهارده انا اخترت فاصوليا وجزر، ومعايا كوسه وجزر وكوسه. تمام دول بقى ممكن ازود بطاطس، ممكن مشكلة. ندي بطاطس، ممكن ندي بسله. تمام على حسب احتياجاتك في الخضار، يعني الخضار اللي الموسم اللي ده بيتسلق بقى، وممكن اسلقه وممكن اسلقه. بس لو طلع معاك مشوي بيدي تيست اعلى، بيدي تيست اعلى، تيست اعلى في الشوي طبعا. تمام زي الفل. بيدي معاك تيست اعلى في الشوي. تمام هنا الكوردون معايا اهو بدا ياخد اللون بتاعه الذهبي، بدات ريحه الزعتر والروزماري والتتبيله بتاعته الجميله تظهر معانا. تمام زي الفل. الدنيا معاك حلوه زي الفل. تمام يا شكرا رايد، معاك انت زي الفل. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يعزك. تمام زي الفل. بياخد وقت قد ايه على النار بقى؟ يعني تقريبا الوقت بتاعه ما بيتعداش 15 دقيقة تقريبا. 15 دقيقة؟ ما بيتعداش 15 دقيقة، لأن الصدور عامة هي ما بتاخدش وقت في استوى معايا. تمام، أنا لما بعمل الصوص بقدمه وهنزل عليه بالصوص.
انا برص ولا لا برصه ممكن بس الافضل ان انا احط الصوص يعني عليه. دلوقتي هنحط الخضار السوتيه في الجنب الاجناب بتاعتي تمام. وبنزل برص الكوردون بلو بعد كده بجهز الصوص بتاعي وبنزل بيه على الفراخ بتاعتي. بنزل عليه ممكن اعمله ابار يبقى لوحده. تمام زي الفل كده حسب ما حسب رغبتك انت حسب في التقديم. تمام زي الفل كده نعمل شويه تمام زي الفل. تمام كده زي الفل تمام. بدات تدي معايا اللون الجميل بتاعها الذهبي اهو. بدات الجبنه تاخد وضعها الموتزاريلا جوه صدور الفراخ زي الفل كده معايا. تمام الدنيا حلوه وزي الفل. وبنقول لكل الساده المشاهدين مرارا وتكرارا كل سنه وانتم طيبين. تهنئه من اسره برنامج ساعه شهيه. اتمنى تكونوا استفدتوا من تجربه الكحك الجميله اللي عملها مهرجان الكحك الجميل للشيف رائد. ربنا يبارك فيك صراحه منور بيه الدنيا. كان حلقات جميله صراحه وكانت حلقات كتير مع مهرجان كحك العيد. اجواء العيد كل سنه وحضرتك طيب صراحه بتعملوا جو جميل انت وشيف رائد. انت والجروب بتاعك بصراحه جمال جدا يعني. ربنا يبارك في حضرتك وكل سنه وانت طيب. عندنا مهرجان تاني ثلاث ايام العيد. عندنا لقاءات مفتوحه مع الشيف محمد عبد الباسط اول وثاني وثالث ايام والله اللورد من الشخصيات المحترمه جدا يعني. كده الكوردن بلو اخباره ايه؟ خلاص اهو احنا خلاص تقريبا كده هنبدا نطلع كده. تمام زي الفل معايا اهو. تمام زي الفل كده. خد معايا اللون الجميل الذهبي. تمام زي الفل كده. بدات نبدا بقى ان عشان الوقت ما يسرحش بينا نرص كده نشوف الدنيا فيها. الخضار انا ممكن اخده الخضار بعدين. الخضار انا ممكن اخده بلانشيه معايا بشويه زعتر. تمام زي الفل ماشي. نجيب طاسه ثانيه اهو. شغل علق النار شويه عشان الوقت معانا. تمام زي الفل كده. لا خلاص تمام زي الفل كده. تمام زي الفل كده. زيت بسيط قوي قوي قوي. ايه بلانشيه للخضار بس يشد معايا ريحه السليق اللي يروح مكان ما اتسلق يعني. تمام زي الفل يغير تيست السليق هنا كده زي الفل كده. تمام نبدا ننزل بالجزر فاصوليا. تمام زي الفل. اي انواع خضار عندي؟ اي نوع خضار متاح عندك؟ كوسه بطاطس فاصوليا بسله المتاح عندك. تمام كده شيء ثواني هو الاخر جنب سيبه شويه يضغط بس خلاص عليه كده. تمام سيب بس اخر حاجه. تمام زي الفل كده. اسلام انا عشان وقتنا بس اهو كده احنا بدانا نطلع بيه الكوردون بلو بتاعنا. تمام اهو زي ما بنشوف كده الجبنه الموتزاريلا بدات تسيح معايا تدي شكل اجمل. نبدا نرص كده بطريقه جميله في الطبق. كده بقى معايا الجبنه بدات تدي معايا تيست جميله اهي. الطاسه دي بنستغلها كمل الخضار اهو خلاص. طيب ناخد ده كده نركنها وبعدين نبقى ايه نركنها نكملها بعدين. تمام زي الفل كده تسلم. ناخد شويه زعتر خفيف. الزعتر هنا بقى بيديني بيديك فليفر عالي قوي عالي قوي ان هو يغير الريحه في اي اكل يعني. هي هنا عندك السوتيه عامه ممكن حد ما يقبلوش عشان هو مسلوق بس انا ممكن بالبلانشيه ده مع الزعتر بغير طعم الخضار جدا اخلي فيه قابليه ان انا اكله او اي طفل ان هو ياكله. زي الفل كده. كده احنا بقى ايه هنبدا نعمل الصوص بتاعنا عشان الصوص الجميل. عشان وقتنا. نبدا الخضار بتاعنا اهو الجميل كده. زي الفل زي الفل. شفنا ناخد نفس الطاسه هي تمام
الفل كده. تمام خلاص كده الزعتر معانا. تمام كده زي الفل. تمام. اشغل منين؟ تمام كده زي الفل. تمام كده زي الفل. باخد بقى ببدا احضر البراون صوص بتاعي. تمام زي الفل كده. حطيت حاجه زيت بسيط، بنزل معلقه بعد اذنك. شفنا باخد هنا معايا ثوم بسيط قوي. تمام زي الفل. بنزل معايا بعد كده المشروم. ده براون صوص. براون صوص مشروم. تمام زي الفل. اشرحه بقى كده وانت شغال، هو عباره عن ايه؟ انا بدي سنه ثوم، بدي بشوح معاها المشروم، بدي معايا شويه صويا صوص، ابدا افتحهم بكريمه لباني عشان يدي معايا اللون البني الجميل. تمام زي الفل. بطعم بقى بشويه فلفل اسود، شعره ملح خفيفه. تمام زي الفل. انزل بالصويا صوص. يمكن لوش من عندك شويه، انا خدت شويه ميه خفيف بس كده. تمام زي الفل. الكريمة اللباني بقى هنا ايه التفتيح؟ التفتيح اللون بتدي معاك برضه تيست حلو. الحلو النهارده احنا تمام زي الفل. اتمنى تعجب كل فيها. لا سهله جدا جدا ومتاحه للكل وسهله بسيطه يعني. الكنافه دي صديقه رمضان صح؟ ده احنا عندنا يعني رمضان كنافه. رمضان كنافه. رمضان كنافه حلوه. رمضان كنافه جميله. شعار جديد صح؟ رمضان كنافه. احنا عندنا يعني عادات في رمضان جميلة. جميلة جميلة جدا. المصريين بيمتازوا بعادات جميلة. انت مجرد ما بتشوف افران الكنافة بتبدا بتحس رمضان. بدخلة رمضان، ببهجة رمضان. رمضان يعدي الافران تنطفي، الافران البلدي خلاص. رمضان له مذاق خاص. شهر طبعاً رمضان طبعا وفي تمام. مصر بالذات ليه مذاق خاص يعني. تمام زي الفل كده. مع الحلويات الشرقية والاكلات طبعاً. بقى وتنوع الاكلات، وكل يوم اصناف وكل يوم جديد وكل يوم. ونخش كده بعد اول 15 يوم في رمضان، نخش كده في اجواء الكحك والبسكوت. طبعا. تمام زي الفل كده. دي الكريمه اللباني. الكريمه اللباني نشرح بقى احنا عملنا ايه واحده واحده كده الخطوات في الصوص بتاعنا. انا باخد مكان التحمير الفراخ، ببدا انزل بنقطه زيت كمان بسيطه عشان افك معايا الطاسه. بعد كده انزل سن الثوم بسيطه، نص معلقه ثوم، ومعاها المشروم ببدا اشوحه مع الثوم. بعد كده شويه صويا صوص، وبعد كده الكريمه اللباني تدي معايا اللون المشروم، اللون الصوص الجميل ده. سنه ملح. تمام زي الفل كده. سنه فلفل. خلاص كده الزعتر والروزماري. خلاص يا فندم. تمام جبنه الموتزاريلا. الموتزاريلا تمام. تمام زي الفل كده. معاك الدنيا يا شيف. بهاراتك خلاص. تمام. فلفل الوان بتحطه مع الصوص ولا فلفل الوان؟ انا بخليه زي البرونيز كده شكلي بس كده مع الخضار. تمام زي الفل كده. كريمه لباني خلاص كده. خلاص كده الكريمه زي الفل كده. ببدا اربط معايا الصوص، اسيبه يغلي شويه. لما يربط معايا الصوص عشان يبقى ماسك شويه معايا كده. تمام تمام. ابدا بقى هنزل خلاص بالصوص. عشان ابدا انزل معايا بالصوص هنا على الفراخ كده، شكل المشروم الجميل كده. تمام تمام كده زي الفل كده. واخد على الوش كده كريمه لباني. كريمه لباني كده مع المشروم بشكل جميل. تفتح اللون كده. تفتح كده اللون بس كده تغيير. تمام زي الفل كده. فلفل الوان. فلفل الالوان هنا. حط كده على الخضار. تمام زي الفل. ايه رايك بقى وانت بتحط فلفل الوان نجهز لفاصل؟ نروح لفاصل. اتفضل. تمام كده قدمنا الطبق الرئيسي اللي هو كوردون بلو مشوي. تمام زي ما هو. مع الخضار.
مع الحشو بتاعه طبعا قلنا جبنة موتزاريلا، لحم مدخن، جبنة شيدر سلايز. تمام. الصوص الصوص عندي براون صوص، بيبقى عبارة عن صويا صوص، بيبقى عبارة عن كريمة لباني، بيبقى عبارة عن مشروم، بيبقى عبارة عن ربع معلقة ثوم مفروم زي الفل كده، مع الخضار مع السوتيه الخضار سواء كان السوتيه، مشوي او مشوي مسلوق. او مسلوق. بنقول لك الدنيا حلوة زي الفل. زي نروح الفل. الفاصل، شكرا، اتفضل يا حبيبي، فاصل شكرا. وبعدين نرجع معاكم. نواصل، اوعوا تروحوا بعيد. رجعنا بعد الفاصل معاكم ومع الشيف سيد عبد السلام. نواصل نفصل الحادق ونعمل الحلو يستوي معانا ونرجع نكمل باقي الوصفات معانا في الحادق. هنعمل كنافة، هنعمل كنافة بالجبنة. كنافة بالجبنة الريكوتا. تمام زي الفل. ننزل بمقادير الكنافة بالجبنة ونرجع نشوف الشيف هيعمل فيها ايه ويشرح هنعمل فيها ايه. انا مقادير الكنافة طبعا مقادير هي بسيطة الكنافة وسهلة جدا. نبدأ هي نشتغل. معايا نص كيلو كنافة، تمام. معايا 200 جرام زبدة، معايا ربع جبنة ريكوتا، بحط عليها مثلا 50 جرام جبنة موتزاريلا. جبنة موتزاريلا. جبنة موتزاريلا تدي الشدة معاك اللي في تمام الجميلة دي كده. المقادير واضحة أمام حضراتكم اهي يا جماعة على الهوا. بنجيب تمام زي الكنافة الفل. الأول وندعكها بالزبدة زي كده ونقطعها. تمام زي الفل. نبدأ نجيب الصينية بتاعتنا كده، ندعك الأرضية كلها بزبدة زي كده. تمام زي الفل كده. أهم حاجة دي، أهم حاجة عملية الصينية دي، الأرضية بتاع الصينية عشان الكنافة ما تلزقش معاك. تمام. وتطلع معاك اللي هي الكريسبي اللي فيها. تمام زي الفل. كده تمام. نبدأ بقى ناخد الكنافة بتاعتنا الجميلة بعد ما قطعناها كده تمام. وقطعناها أنا هنا بالزبدة. بضيف على الكنافة سكر ولا حاجة؟ سكر بودرة ولا حاجة ولا؟ ممكن نديها 100 جرام سكر بودرة سكر بس مع بودرة. الجبنة. تمام زي الفل. نضربه مع الجبنة. زي الفل. لسه يا جماعه المقادير واضحه امام حضراتكم، نقول مقاديرها تاني يا شيف بعد اذنك. المقادير: نص كيلو كنافه، ربع كيلو جبنه ريكوتا، 100 جرام 200 جرام زبده، 100 جرام سكر ناعم، 50 جرام تقريبا كده جبنه موتزاريلا. تمام. وممكن نستغنى عن السكر الناعم. ممكن طالما على ان انا بدي سيرم من فوق فمش هي ممكن تغنيك عن الجبنه. تمام زي الفل. الشربات بقى عباره عن ايه؟ السيروم بتاعي بيبقى معايا كوبايه سكر. سكر مع كوبايه ونص ميه مع ليمونه نص مثلا. تمام او نص زي ليمون الفل كده. تمام. مش متواجد ليمون، ممكن ادي بشره برتقال تدي معايا تيست اجمل. رشه فانيليا، رشه فانيليا على حسب رغبتك انت بقى في السيروم. بعمل طبقتين، اول طبقه بعمل اول طبقه بس لازم اضغط قوي عليها. تمام عشان تستحمل تستحمل معايا الجبنه، ولازم افرد قوي الكنافه بتاعتي. ابدا اضغط. تمام كده زي الفل. زي الفل كده يا شيفنا. اول طبقه معايا اهي، هبدا معايا بعد كده انزل بايه؟ بالجبنه بتاعتي. اسمع لها. ابدا انزل بالجبنه بس احاول على قدر المستطاع ان انا انزل بالجبنه وتبقى في نص الصينيه عشان لما بتخش معايا في السخن ما تبدا تاخد الفرده بتاعتها. تمام زي الفل كده معاك. ما تبقاش ايه طالع معايا في الحروف بتاعت الكنافه. يعني في اسيب اسيب مرحله 5 سم مثلا حوالين تقريبا 2 سم 3 سم كده في الحروف كده. هي كده الجبنه اول ما بتبدا تسيح معاك بتفرد ايه اللي هي المسافه اللي انت سايبها دي. تمام زي الفل كده. اجيب الطبقه الثانيه. يعني كده ابدا اجيب الطبقه الثانيه بتاعتي كده. تمام زي الفل. كده وننزل الطبقة بالكنافة بتاعتي. تمام كده كنافتنا الجميلة. تسوية بقى عادية على نار هادية. التسوية على نار هادية جدا، خدها نص ساعة أو أكتر حسب ما تستوي على معاك. حسب ما تستوي معاك بس هي بتاخد أقل من نص ساعة يعني تقريبا إن شاء الله، يعني من 20 ل 25 دقيقة تقريبا على 200 درجة. تمام زي الفل كده يا شيفنا. الدنيا حلوة معاك، الدنيا لذيذة يا شيف رائد، وصراحة أنا مبسوط جدا مع حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. وانت من الشخصيات طبعا المتألقة والمحترمة جدا. ربنا يبارك فيك. تسلم حبيبي. تمام يعني كده خدنا الكنافة على مرتين، على مرتين على نص المقدار تحت. بعد كده اديت الجبنة بتاعتي، الجبنة وما احاولش اضغط ان الجبنة ما تطلعش معايا بره بره الحروف. تمام زي الفل كده. ابدا معايا كده اضغط، ولما اطلعها من الفرن بس السيرم بتاعها هو سخن معايا. السيرم بتاعي يبقى بارد. بارد بارد ما يبقاش سخن. ما يبقاش يبقى الكنافة سخنة. الكنافة سخنة السيرم يبقى بارد. تمام زي الفل كده. كده تمام. نضغط معانا
نبدأ نظبط الفرن بتاعنا وندخل الكنافة بتاعتنا الجميلة. جاهزين كده شيخنا؟ زي الفل كده على الفرن، نروح ندخلها اهو زي الفل كده معاك يا شيف. زي الفل كده. عندنا ايه بقى نبدأ بايه تاني؟ كده هنخش بال الشوربة. بالشوربة ان شاء الله. تمام زي الفل. ننزل بمقادير الشوربة. شوربة ايه النهاردة يا شيفنا؟ احنا هنعمل شوربة خفيفة كده، هنعمل شوربة شعرية بالخضار. تمام زي الفل كده. انا عندي طبعا الفراخ اللي انا قطعتها فتحتها للصدور، بيفيد مني بعض اجزاء منها. تمام. انا ممكن استغلها بدل يعني ما احط مثلا المكعبات مرقة الدجاج معايا او الحاجات دي، انا بستغل دي ان انا بحطها معايا في المية. انا بستغلها ان انا احطها معايا في المية تبدأ تتست معايا. تمام. نقول المقادير كده يا شيفنا، المقادير على الهواء واضحة امام حضراتكم يا جماعة. نقول مقادير شوربة الشعرية يا جماعة. تمام زي الفل كده. 200 جرام بتاع 100 جرام شعرية، جزر، كوسة، بطاطس، لوري وحبهان، قطع الفراخ لان وجدت معايا. تمام زي الفل. والبهارات معايا ملح وفلفل. ملح وفلفل اسود. تمام. المادة الدهنية طبعا بتاعتي زيت او زبدة. زيت. زي ما احمر بيها الشعرية. زي الفل كده. ممكن اقضي حدة زبدة معايا، معلقة زبدة. تمام زي الفل. زي الفل. الزبدة معانا اهي. زي الفل كده معاك يا شيفنا. المقادير لسه واضحة يا جماعة من حضراتكم على الهواء. 100 جرام شعرية، عندي الخضار بتاعي كوسة وجزر وبطاطس، وعندي البهارات فلفل اسود وحبهان ورق لورا وملح. تمام زي الفل كده. احضر طاسة تاني معايا كده اخد فيها الخضار بتاعي برضو بلانشيه كده. تمام. ادبله عشان ايه الجزر بتاعي وال ما يحلونش معايا. تمام زي الفل كده. هنا الخضار خفيف. الخضار عندي مش مسلوق ولا حاجه. لا مش مسلوق زي ما هو، يعني انا بدبل بس في بسنه. تمام. زيت بسيطه خالص وانزل بيها على الشوربه بتاعتي، يبقى في طعم الخضار زي ما هو عندي. زي الفل كده يا شيف. تسلم ايدك يا شيفنا حبيبي يا شيف رائد. ابدا انزل في الشعريه بتاعتي كده تحمير. زي الفل كده يا شيف. هنقلب بمعلقه خشب يا ريت. مفيش معلقه خشب عندي. زي الفل. تسلم ايدك شيفنا. تسلم ايدك يا شيفنا. يبقى شوربه الشعريه وصفه بسيطه وسهله. سهله جدا وخفيفه. ابدا هنا الزيت سخن معايا، انزل بالجزر بتاعي. طب استاذنك ناخد تليفون ونرجع. اتفضل يا فندم. ام حسين من القاهره، اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. ازيك يا شيف؟ الحمد لله رب العالمين. ازي حضرتك؟ الحمد لله. تسلم ايدك يا شيف وربنا يبارك في حضرتك. اتفضلي. معلش يعني اسال حضرتك بس سؤال، الفراخ اللي هو كان حشيها جبنه انا مش عارفه هو عملها ازاي. حاضر هنعيد الوصفه. حاضر تاني. كوردون بلو. حضرتك دي اسمها كوردون بلو مشوي. حضرتك دي كوردون بلو مشوي. أيوة. حضرتك دي انا بجيب الصدور وبفتحها على ايدي وبحشيها جبنه موتزاريلا، بحشيها لحم مدخن، بحشيها جبنه شيدر سلايز. ممكن اغير الحشو على حسب طريقتي انا، على حسب ما احب. ممكن احشيها خضار، ممكن احشيها زيتون، ممكن احشيها جبنه رومي، على حسب ميولي انا في الحشو انا ممكن استخدمه. يعني حسب الرغبه يعني. حسب الرغبه بتاع حضرتك. تسلم ايدك وكل سنه وحضرتك طيب. انت نورتيني يا ست الكل، وكل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وحضرتك طيبه يا ام حسين، ورمضان كريم عليك، وكل سنه وانت طيبه وعيدك سعيد. شكرا ليكي ولاتصالك ومتابعتك لبرنامجنا. تمام زي الفل كده. تمام كده الخضار بتاعي بدا يدبل اهو. تمام زي الفل. الشعريه بدات تتحمر معايا. اتابع لك انا مع الكنافه.
زي الفل. اهم حاجه الكنافه شيف رائد عشان رمضان اخر كنافه دي. اه طبعا. هو فاضل يومين بس ورمضان يخلص ومش هنلاقي كنافه تاني. الكنافه موجوده كتير، مصر لا تخلو من الكنافه. لا بس في رمضان بيبقى لها طعم تاني، بس تاكلها بعد رمضان ملهاش مذاق رمضان طبعا يعني. طعمها بيتغير فعلا سبحان الله، وهو الطعم ولكن الفرحه مش هي طبعا، مش فرحه كنافه رمضان طبعا. ربنا يعود عليك وعلينا الايام بخير يا رب، وعلى كل الساده المشاهدين والجمال. تمام زي الفل. هتعمل لنا ايه النهارده؟ معانا وصفات ايه النهارده؟ معايا تاني بعد كده مكرونه اريبياتا. تمام زي الفل. دي هتبقى عباره عن اريبياتا مسلوقه، معايا بتبقى معايا ريد صوص، صوص احمر، صلصه عاديه بتاعتنا الجميله دي. هيبقى معايا الزيتون اخضر. ابو اسلام من الجيزه اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا بيك. اتفضل وطي لنا التلفزيون شويه بعد اذنك. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم طيبين. وحضرتك طيب. حضرتك طيب. ازيك يا شيخ منور الشاشه؟ والله يا شيخ ربنا يبارك في حضرتك. شيخ سيد منور الدنيا والله. ربنا يعزك يا ابو اسلام، منور الدنيا، وانا مبسوط جدا اني سمعت صوتك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. ربنا يحفظك. طيب ربنا يخليك. حلوه يا شيف والله، والناس اللي بتطلع معاك كلها كويسه وكلها محترمه وكلها كويسين جدا يا عم. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك لك يا اسلام الشيف رائد طبعا، من الناس المحترمه اللي بنعتز بيها. ربنا يبارك في حضرتك. عند حضرتك اي سؤال؟ والشيف سيد منور منور الشاشه ومنور ال ربنا يخليك يا ابو اسلام، ربنا يعزك يا رب. ربنا يخليك. الله ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك. ربنا يسعدكم كده وكل سنه وانتم طيبين، وباكلاتكم الحلوه دي وبكلاتكم الحلوه دي اللي بتطلعوها لنا تسعدونا وتسعدوا الناس كلها. ربنا يخليك. ربنا يبارك في حضرتك. كل سنه وانت طيب. متشكرين جدا على الاتصال. عند حضرتك اي سؤال؟ ربنا يعزك. متشكرين جدا يا فندم. ربنا يعزك يا رب. ربنا يعزك. منور الله. نعم. ربنا يعزك يا ابو اسلام. عيدك سعيد وكل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب، وسعيد جدا باتصالك. تمام. انت كده عمرت الشعريه. الشعريه انا عايز الشعريه مصفر صغيره كده اصفي بيها الشعريه من الزيت عشان احاول اقلل نسبه الدهون معايا. تمام. اخد بس الشعريه بتاعتي كده ايه المصفى. تمام زي الفل كده. ايه تمام. المصفى دي كويسه قوي. نبدا نصفي لفته جميله يا جماعه من الشيف سيد اللي الدهون. هو حمر الشعريه وهيتخلص من الدهون الزياده اللي فيه. ما ينفعش احط الزيت ده كله عشان اتخلص. تمام. احنا معانا يعني كل رمضان بيبقى مشهور بالاكلات، فاحنا نحاول نخفف الكوليسترول شويه في الاكلات كدا. بتاعتنا بحيث ايه ان احنا تمام نقدر زي الفل كده. خففنا الزيت. الشوربه معايا لما عديت لها قطع الفراخ بتاعتي بدات تستهي يعلى معايا، بدات طعمها يبقى شكلها يبقى الشوربه بتاعتي العاديه الطبيعيه. ممكن بقى اجي هنا بروح مديها ورقتين لوري، اتنين حبهان. الشيف احمد اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير يا شيف سعيد. مساء الفل. معاك النهارده احمد صادق طبعا، بنبهر بيه حضرتك طبعا بالشغل الجميل وتقديمك لشيفاتنا الحلوين زي سيد معاك عسلام. ربنا يعزك يا شيف احمد. ربنا يبارك في حضرتك. كل سنه وانت طيب ودايما في تقدم يا شيف رائد. تسلم تسلم. ربنا يبارك في حضرتك شيف احمد، انت نورتني باتصالك. هيبقى قلبي. ربنا يعزك يا رب، يا رب دايما في الزهار على طول كده، صحه وجمال مع المبدعين. ربنا يبارك في حضرتك. كل سنه وانت طيب. امرني عن اي طلب لحضرتك. طيب. اي سؤال. كل سنه وانت طيب يا شيف رائد. وحضرتك طيب. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا ليك وشكرا لاتصالك الجميل. ربنا يبارك في حضرتك. كل سنه وانت طيب. تمام. ابدا على الشوربه بتاعتي كده. تمام زي الفل كده. تمام ونبدأ زي الفل كده. خلاص كده الشوربه، خلصت الشوربه بتاعتي كده. حمرت الشعريه نزلت بيها، الخضار بتاعي ظبطته تمام. تمام زي الفل. دبلته ونزلت بالخضار تمام، واديت لوري والحبهان. تمام. استاذ عبد الرحمن سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيف؟ الحمد لله رب العالمين. ازي حضرتك؟ الله يسلمك. ازيك يا شيف سيد؟ ربنا يبارك في حضرتك. الشيف سيد مع حضرتك. ربنا يخليك. الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. الله يكرمك. كل عام وانت طيب. وانت طيب. امرني. الشيف سيد فين يا فندم؟ مش هترد عليا ليه؟ انا معاك والله يا استاذ عبد الرحمن تحت امرك. يقدر ما يردش؟
ازيك يا شيف سيد؟ ازيك حبيبي عامل ايه؟ ربنا يعزك. عبد الرحمن مهدي معاك يا شيف سيد. ازيك يا عبد عامل ايه حبيبي؟ كل سنه وانت طيب. نورتك انا الصحه وجمال يا فندم. ربنا يخليك منوره بيكم ومنوره بالشيف رائد وكل فرقه الاعداد الجميله اللي معاه. نورت يا فندم. عند حضرتك اي سؤال يا استاذ عبد الرحمن؟ ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يعزك كل سنه وانت طيب. عندك اي استفسار او اي سؤال؟ عايزين كنافة محشية غير الجبنة يا شيف سيد. ايه؟ نعم؟ كنافة تكون محشية حاجة غير الجبنة. ممكن أعملها مهلبية، ممكن أعملها كنافة بال أي نوع أنت تحبه، بالمانجا، بالخوخ، زي ما تحب أنت حضرتك. تمام، كاستر، ممكن زي ما تحب. هنخش على كوردن بلو مشوي. مشوي والشوربة عندنا كده خلصت، والكنافة بتاعتي في الفرن. نبدأ كده بالأريبياتا. تمام. هنبدا نجيب، نروح قبل ما نبدا بالاريبياتا، ايه رايك نروح في فاصل؟ اتفضل يا فندم. ونرجع نشوف الكنافه اللي معانا في الفرن عشان تتحرق كده. يبقى ناخد مخلفه كبيره والشوربه كده معانا على النار، ونجهز للاريبياتا. عندنا تقريبا عصير، عصير عصير جوز الهند، عصير اناناس بحليب جوز الهند، بحليب جوز الهند، وعندنا سلطه التوميه. التوميه ان شاء الله. نروح لفاصل وبعدين نرجع معاكم نواصل، اوعى تروحوا بعيد. بعد الفاصل نواصل مع الاريبياتا. طبعا. تمام زي الفل كده. ننزل بمقادير الاريبياتا. تمام يا جماعه، ونرجع مع الشيف سيد لتحضيرها. تمام زي الفل. عباره عن ايه الاريبياتا؟ الاريبياتا معايا عن نص بنه مسلوق. تمام زي الفل. مكرونه مسلوقه يا جماعه، مكرونه البنه اللي احنا بنقول عليها قلم. مكرونه معايا نص كيلو قوطه. تمام. مفرومة. تمام زي الفل. معايا صلصه بوريه، معلقه صلصه بوريه، معايا زيتون مخلي. تمام. اخضر او اسود على حسب التواجد بتاعه. معايا معلقه ثوم. تمام معايا زي الفل. معلقه بصل مفروم. طب نستاذنك ناخد اتصال ونرجع تاني نشوف الاريبياتا اخبارها ايه. شيف اشرف السلام عليكم. ربنا يبارك في حضرتك، رمضان كريم، كل سنه وانت طيب. الحمد لله رب العالمين. احنا مستمتعين بسعادتك والله. ربنا يبارك في حضرتك. مستمتعين بسعادتك وبالشيفات الجميله اللي بتجيبها لنا، والشيف سيد عالم. ربنا يبارك في حضرتك. انا سعيد جدا باتصالك، امرني. حبيت اسجل اعجابي بسعادتك وبالشيف سيد. ربنا يبارك في حضرتك وكل سنه وانت طيب. الله يخليك. متشكرين جدا لاتصالك يا شيف اشرف. متشكر جدا ليك. ابدا هنا عندي نزلت بالبصل بتاعي، ونزلت بنص معلقه الثوم بتاعتي. الاريبياتا عباره عن مكرونه بس بينها بتتعمل، باخد لها الصوص بتاعي، ممكن اديله بقى فلفل حامي على حسب الطلب، هوريها لك في الخطوات الجايه. عليها اريبياتا باستا. اريبياتا باستا. تمام زي هنا لما البصله بتاعتي المقادير موجوده. نزلت معايا بالطماطم معايا هنا. تمام زي الفل. احنا كده خدنا المادة الدهنية بتاعتنا، المادة الدهنية بتاعتنا مع الثوم، مع الثوم، مع البصل. تمام. بعد انا بعمل تسبيكة الصلصة بتاعتي الجميلة العادية بتاعتنا، يعني الاورينتال. تمام زي الفل. ابدأ بقى اديها هنا معلقة، يعني كده احنا بالبلدي هنعمل مكرونة بطماطم، صح؟ مكرونة بطماطم تعددت الاسماء، والمكرونة واحدة. المكرونة واحدة. الكنافة طبعا يا شيفنا بتتقلب، تتحمر، تتقلب، وبعد كده قلبنا الكنافه بتاعتنا دلوقتي. تمام زي الفل. الفاصل وهنبدا ايه نبص عليها، بس نقفل الصلصه بتاعتنا كده. تمام. نشوف اروح اجيب لك انا ايه الكنافه. ابدا بقى اديها رشه. تمام زي الفل كده. نسيبها كمان شويه شفنا تاخد اللون بتاعها بس الذهبي شويه كده. تمام زي الفل. تسلم ايدك يا شيف رائد. تمام زي الفل كده يا شفنا. يبقى احنا كده عملنا الاريبياتا اللي هي ايه بالبلدي كده، المكرونه بالطماطم، مكرونه القلب بالطماطم. عباره عن ايه وعملناها ايه؟ انا خدنا الماده الدهنيه، خدنا الماده الدهنيه والثوم والبصل، الثوم والبصل المبشور معايا. تمام زي الفل. بعد كده بنزل بالطماطم بعد ما بضربها في الخلاط، بنزل بيها على البصل بعد ما تتحمر عادي، والتومه. بعد كده ببدا اديها معلقه صلصه بوريه عشان تدي معايا اللون الاحمر الجميل بتاع الصلصه. بعد كده بديها مثلا التست بتاعها ملح، فلفل اسود على حسب رغبتي في التوابل، ممكن اديها شطه تاني، بس انا هكتفي بالفلفل الاخضر اللي انا هديه معاها وانا بقفل المكرونه مع بعضها. تمام زي الفل كده. وهي مكرونه قلم مسلوقه. مسلوقه. تمام. الاخبار الشوربه الشعريه لسه شويه استوت اهي. تمام زي الفل. نغرف، نبدا نغرف الشعريه بتاعتنا على الصلصه بتاعتي.
تاخد التسبيكه بتاعتها. تاخد التسبيكه بتاعتها. تمام زي الفل كده. اتفضل. تسلم ايدك. شوف رايك. تمام كده زي الفل. زي الفل كده يا شيفنا. اللوجيك جميل اهو. قلب شفت هنا الفراخ ادت معايا شكل في الشوربه جميل، بقيت شوربه فراخ معايا جميله. ابدا اغرف هنا الشوربه معايا. تمام زف. قطع الفراخ ماشي. مكعبات الفراخ الجميله اهي. تمام زي الفل كده. دي شوربه الشعريه، طريقه بسيطه سهله ومميزه، واستخدمنا فيها بعض قطع الصدور اللي كانت موجوده عندنا. اغنتني حاجه كانت فاضت معايا كده كده زياده معايا عن احتياجي، وكده كده مش هتنفعني، فانا استغلها في الطعم، اظبط بيها تست الشوربه افضل، يعني افضل من المكعبات كدا. والحاجات اللي زي كده. تمام زي الفل كده. التست بتاع الشيف رائد طبعا لازم. تمام زي الفل كده. معانا شوربه الشعريه. تمام زي الفل كده. هنا الصلصه بتاعتي اهي بدات تجهز معايا. نجهز التوميه. طيب على ما الصلصه. تمام اه ماشي. سلطه التوميه ماشي زي الفل كده. معانا مقادير سلطه التوميه يا جماعه عشان وقتنا، وبعد كده نعمل ايه العصير معانا. تمام زي الفل كده. ننقل ده هنا عشان تشتغل الشوربه بتاعتنا زي الفل كده. تسلم ايدك يا شيف رائد. تمام زي الفل كده. سلطه التوميه عباره عن ايه؟ حاجه بسيطه وسهله. حاجه بسيطه جدا. انا بجيب المايونيز، ممكن اعمله على ايدي في البيت او ممكن تمام. اجيبه جاهز. تمام يعني اشتغل بالمايونيز الجاهز. الجاهز الجاهز هيبقى افضل لو مش هتعرف تعمله في البيت. تمام نغطي شويه عشان نكسب وقت ان شاء الله. تمام يا تمام يا مش هتاخد وقت معايا. تمام كده زي الفل. هنا عندي المايونيز زي الفل كده. بطاطس مسلوقه مهروسه معايا. تمام ببدا احطهم مع بعض. تمام كده. تسلم ايدك. تمام ممكن معلقه او شوكه من هنا ونشتغل. اروح اشوف لك الكنافه عشان ايه الوقت كده ايه. معلقه جميله كده. نفضي المايونيز. لسه شوية الكنافة خليها معانا براحتها. خدنا المايونيز. تمام زي الفل. يعني مايونيز جاهز. مايونيز جاهز. مايونيز جاهز. عندك المايونيز بقى متاح دلوقتي جاهز في كل مكان. تمام بضيف عليه ايه بقى المايونيز؟ المايونيز بحط عليه بطاطس مسلوقة وهرسها. تمام زي الفل. وابدأ اقلبهم في بعض كويس. ونكه بقى النكهة اللي انا عايزها. إيه التوم اساسي. تمام التوم اساسي فيها عشان هي تومية طبعا. تومية طبعا. تمام زي الفل. المهم ان انا اقلبها كويس بالبطاطس. ابدل اغير احط فيها مثلا معلقه مستردة، معلقه كاتشب، قدها اطعمه كده ولا هي تمتاز كده؟ هي الستاندر بتاعها عامه بيبقى كده كويس. التوم عامه بيبقى عالي فيها. تمام طعم التوم كده عشان كده اسمها توميه. طعم التوم بيبقى غالي فيها عن اي نكهه ممكن تاخدها تاني. تمام زي الفل كده. البطاطس فتحتها معايا وعملت لها قوام كويس معايا اهي. ابدا اضيف التوم بتاعي هنا. اخد التوم. تمام. السلام عليكم يا استاذ محمود. اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا بيك. اتفضل يا استاذ محمود. ربنا يبارك في حضرتك. بمسي عليك وعلى الشيف سيد وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك وبسجل اعجابي بيك وبالشيف سيد والله. ربنا يبارك في حضرتك وكل سنه وانت طيب. حضرتك يا استاذ محمود ربنا يعزك. سعيد جدا باتصالك. واسعد الناس اللي شفتكم النهارده والله يا شيف رائد. ربنا يبارك انت والشيف سيد. ربنا يبارك في حضرتك كل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك وعيد سعيد عليك يا رب. شيف سيد ازاي حضرتك؟ اتفضل معاك. ربنا يعزك كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين يا شيف رائد ونشكركم على مجهوداتكم الكبيره والله. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يعزك. احنا تحت امركم انت في اي وقت طبعا. الله يخليك يا شيف رائد. الله يخليك. امرنا. انت عند حضرتك اي سؤال؟ اعجابي بس بالشيف سيد والله. ربنا يبارك في حضرتك كل سنه وانت طيب. متشكر جدا استاذ محمود وسعيد جدا باتصال حضرتك. ربنا يعزك. خلصنا كده التوميه بتاعتنا معاه. نبدا ننزل هنا التوميه. تمام زي الفل كده. ننزل كده. اهي. تمام.
يعني طريقتها بسيطه وسهله ومش سهله جدا جدا تمام. جدا يعني، بس هي بتبقى طعمها جميل جدا مع مذاق الفراخ. تمام يعني التوميه مشهوره بالفراخ. نبدا نلف كده بشكل جميل. تمام زي الفل كده. الالوان فين؟ تمام زي الفل. معانا فلفل الوان اهو. شوف الصلصه بتاع الاربياتا المكرونه. خلاص خلصنا اهي. تمام زي الفل كده. فلفل اسمر معاها وملح. فلفل اسمر وملح. تمام. طبعا الفلفل الحار ده اختياري. لا الفلفل الحار بيبقى اختياري عامة يعني. تمام زي الفل. بس احنا هنا عندنا في مصر عشاء للشطه طبعا يا شيف راوي. طبعا. بس في ناس برضه ما بتاكلش الشطه. ما بتاكلش الشطه، ما انا مش هقدر افرضها هنا يعني. احنا عاملينها اختياري مش اجباري. تمام. رشه البقدونس الجميله. تسلم ايدك يا شيخ. ممكن احط لها شويه زيت، ولو في زيت زيتون يبقى حاجه جميله جدا يعني. بس حاجه زي ما هو بسيطه. تمام ما تحركوش. زي ما هو. تمام زي الفل. تمام شوف الصلصه بتاعتنا كده. تمام زي الفل. ايه خلاص الصلصه قربت معايا كده. مقادير سلطه التوميه يا جماعه الشيف يقولها كده على السريع، هي واضحه امام حضراتكم على الهواء. بيبقى معايا مايونيز، معايا معلقه توم مفروم، معايا بطاطس مسلوقه ومهروسه، ببدا امكسهم على بعض واضيف التوم. ممكن بقى اضيف لها لو عندي فلفل ابيض متاح يدي معاها تست اعلى. لو رشه الملح. رشه الملح بتاعي. تمام زي الفل كده. زي الفل. دي المكرونه معانا زي الفل كده. نعمل العصير بتاعنا على ما المكرونه خلاص خلصت. تمام نبدا بالعصير بتاعنا. معانا ايه العصير بتاعنا الجميل يا جماعه، وتبقى الدنيا معاكم حلوه وزي الفل. تمام زي الفل كده. ننزل بمقادير العصير معانا يا شيف. نوسع هنا كده. تمام زي الفل كده. مقادير العصير النهارده عصير ايه؟ اناناس. اناناس بحليب جوز الهند. بحليب جوز الهند. اولا حليب جوز الهند ده حليب نباتي. نباتي بس طعمه حاجه جميله جدا جدا مع الاناناس خاصه. تمام يعني تمام زي الفل كده. حليب جوز الهند. اتفضل كده. ممكن ايه هنشغل اجيب لك الكاسات انا. طيب اوكي جاهزوا كده. معانا الكنافه. الكنافه نشوفها. الكنافه كده بدات خلاص استوت معايا. نعمل بس العصير بتاعنا ونبدا نطلع الكنافه تكون المكرونه استوت. تمام زي الفل. المقادير على الهواء ممكن نقولها يا شيف بعد اذنك. مقادير العصير اناناس. اناناس فريش او كمبود لو متاح. ماشي نبدا ننزل هنا معايا بحليب جوز الهند. المقادير اولا حليب جوز الهند. تمام زي الفل. معايا الاناناس بقطعه شرايح. تمام تمام حاضر. تمام زي الفل كده. نقول المقادير. طيب تمام الاول نقول قبل ما نشتغل المقادير. نقول المقادير معايا حليب بتاعتنا عباره عن ايه؟ حليب جوز الهند. تمام اناناس زي الفل. شرايح اناناس وعسل. وعسل ابيض. تمام يعني سهله وبسيطه. بسيطه جدا. تمام اناناس فريش. طبعا فريش او كمبود المتاح. بس الفريش طبعا بيبقى طعمه جميل. تمام زي الفل كده. زي الفل كده. بنقطعه ونضربه مع حليب جوز الهند. طبعا يا جماعه حليب جوز الهند ده نوضح للساده المشاهدين ان هو حليب نباتي. تمام زي الفل كده. طب ازاي نجيبه؟ هو بيجي جاهز. هو متاح عندك هتلاقيه في اي سوبر ماركت يعني. اي سوبر ماركت. طب انا تمام. هو تمام زي الفل. بنجيبه جاهز من اي سوبر ماركت علب، وممكن انا اعمله. طب هعمله ازاي يا شيف؟ تمام. عندنا سؤال بيقول يعني نعمله ازاي. هو حليب نباتي يا جماعه. نبدأ ممكن اعمله بتاعنا. اضربه بميه مع جوز هند. الجوز الهندي بتاعي العادي. العادي لو نص كوب ميه حط عليه تقريبا نص كوب جوز هند، او كوب ميه ياخد نص كوب جوز هند، وافضل اضرب بيه في الخلاط. افضل اضرب فيه في الخلاط. طب عشان يديني اللون الابيض ده ممكن اديله
معلقه سحلب، معلقه بودره سحلب او معلقه سكر بودره، هيغير معايا اللون مفيش مشكله. وحل تاني ممكن اجيب اللبن الطبيعي الحليب بتاعنا الطبيعي واضربه مع جوز الهند المبشور، مع جوز الهند تمام زي الفل كده المبشور، اضرب جامد جامد جامد، هيديني نكهه حليب جوز الهند. يبقى انا كده عملت حليب جوز الهند يا جماعه، تمام كده تمام زي الفل كده. طب تعالى نشوف الدنيا فينا فيها ايه، تمام خلاص كده تمام، الصلصه بتاعتي تمام زي طيب الفل. احنا كده استاذنك بقى ايه، طب قبل الاتصال كنا عايزين فاصل، بعد الاتصال ناخد فاصل. استاذ مصطفى اهلا وسهلا بحضرتك، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، منور يا شيخنا والله، وبنتفوق ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك، كل سنه وانت طيب. الشيف رائد دايما بيقدم لنا كل جديد، ودايما معاه احلى شيفات في الدنيا كلها. حبيب قلبي ربنا يبارك في حضرتك، عيد سعيد مع عليك حضرتك يا حضرتك. مصطفى من بني سويف يا فندم. اهلا وسهلا بكل اهل بني سويف حبايبنا، ربنا يبارك فيك. عند حضرتك اي سؤال؟ انا احب اشكرك واشكر الشيف سيد كتير جدا. الشيف سيد منور الدنيا حبيبي يا دكتور مصطفى. الشيف سيد انا اعرفه واخويا يعني، شوف مصطفى كويس صغير. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا مصطفى، ربنا يخليك يا حبيبي. سلام يا فندم، ربنا يخليك. عند حضرتك اي سؤال للشيف سيد؟ عند حضرتك اي سؤال للشيف سيد؟ انا حبيت اتصل بس اشارككم البرنامج الجميل ده والله، اللي كلكم بنتمتع بيه كلنا. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك يا مصطفى، تسلم يا حبيبي. كده الكنافه طلعت معانا من جاهزه زي الفل. ايه رايك بقى نروح لفاصل؟ اتفضل يا فندم. طيب نروح لفاصل نطلع وبعدين نرجع معاك نواصل نشوف الكنافه بتاعتنا ونرجع تاني. فاصل وبعدين نرجع معاكم نواصل، اوعى تروحوا بعيد. رجعنا لكم بعد الفاصل، جهزنا سفرتنا وجهزنا حاجاتنا اللي قدمناها. رحنا الفاصل، قبل الفاصل كان معانا المكرونه، نقول عملنا ايه كده على السريع. التسبيكه بتاعتنا اتسبكت وخدنا المكرونه ايه تمام المسلوقه. بنبدا نجهز طاسه تاني سخنه فيها اي ماده دهنيه، ابدا انزل بيها بتوم والفلفل الحامي بتاعي على حسب الرغبه، وبعد كده بنزل عليها بالصوص الاحمر تمام، يغلي مع الفلفل مع الحاجات دي كلها والثوم. بعد كده ابدا انزل بالمكرونه بتاعتي وادي الزيتون تمام، ادي الزيتون الاخضر بتاعي جميل معايا زي الفل يا شيفنا. وده طبق تقديمها تمام تمام، عمل ما تقلب. طيب اغرف انا نغرف العصير بتاعنا، عصيرنا تمام زي الفل كده. انزل معايا يبقى تقيل كده كثيف جميل تمام زي الفل كده. تسلم ايدك يا شيف رايد. تمام زي الفل كده، ابدا خلاص كده المكرونه جاهزه معايا تمام. ابدا انزل بالمكرونه هنا تمام كده زي الفل زي الفل، الزيتون زي الفل تمام زي الفل تمام. ابدأ اديها معايا رشه زي ما هي كده ثابته مكانها، رشه بقدونس الجميله تمام عليها تمام زي الفل كده. تسلم ايدك يا شيف، انت نورت. انا سعيد جدا بلقائي معاك والله يا شيف رائد. تمام زي الفل زي الفل كده. سلام عليكم يا آية. ازيك يا سيف؟ الحمد لله رب العالمين، ازاي حضرتك؟ منور الشاشة. حضرتك اللي نورتيني باتصالك، يا رب يخليك. والشيف سيد منور مع حضرتك. ربنا يخليك يا ام ياسين، كل سنة وانت طيبة. ازاي حضرتك؟ يا رب يخليك يا سيف، منور والله القناة كلها منورة بحضرتك. ربنا يبارك في حضرتك، كل سنة وانت طيبة. ربنا يخليك يا ام ياسين، مبسوط جدا والله باتصالك، كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا سيف، وشيف رايس كل سنة وهو طيب. ربنا يخليك يا ست الكل. بقول لحضرتك يا سيدي، اتفضلي اموري، اتفضلي معاكي احنا معاك. كنا عايزين من حضرتك تعمل لنا طاجن بالباميه باللحمه. عينينا حاضر يا ست الكل، تأمريني. جاوبها كده على السريع، ان شاء الله نعمل لك في حلقه طاجن باميه باللحمه. تمام زي الفل. شكرا لحضرتك، وانا سعيد جدا باتصالك. اجابه سريعه كده عليها. طيب بنجيب اللحمه بتاعتنا وبنسلقها عادي، بس بناخدها نص سلقه عشان تاخد معايا في الطاجن. وبنجيب الخضار بتاعنا تمام زي الفل، الباميه
بنسبك لها التسبيكه بتاعتها وبناخد الباميه فيها، وبعد كده بنصب الطاجن. ممكن ناخدها يبقى كله نص سوا، يعني الباميه باخدها معايا نص سوا، وممكن اللحمه برده تبقى ثلاث ارباع سوا وادخلها الفرن اكمل معاها سوا في الفرن، تاخد سواها كامل في الفرن، بتدي معايا تيست اعلى بكتير قوي يعني. تمام زي الفل، وتحت امر حضرتك يا ست الكل. تسلم ايدك. احنا كده معانا وقت ولا نختم؟ تمام زي الفل كده. تمام زي الفل. احنا كده بنشكر حضرتك على تشريفك لينا. ربنا يخليك يا شيف رائد، وانا مبسوط جدا ان انا معاك. ربنا يبارك في حضرتك وكل سنه وانت طيب، وان شاء الله تعوض لقاءات معنا كتير ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك ان شاء الله. مني وجميل، وتسلم ايدك وربنا يبارك في حضرتك. بشكر كل الساده المشاهدين اللي تواصلوا معانا واللي تفاعلوا معانا، وبشكر الشيف سيد على تشريفه لينا في برنامجنا، برنامج ساعة شهية. ونقول معادنا وحلقاتنا لسه ما خلصتش، عندنا مفاجآت كتير وعندنا مهرجانات كتير، اوعى تروحوا بعيد، انتظرونا هتلاقوا دايما كل جديد في برنامج ساعة شهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطريقة بسيطة جديدة جديدة، موعد يومي معاك.